بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم ديالي هو الحاج حمزة. الاسم ديال المجموعة ديالي اللي كندير انا هو الريسبونساب ديالها هي مجموعة لي طومبوغ دزافينو. هاد المجموعة اللي مثلت مدينة اسفي في عدة مهرجانات وطنية ودولية، على سبيل المثال مهرجان دولي للطبول بسالة، وكذلك مهرجان إقاعة أنقرة بتركيا، ومؤخرا شاركنا في مهرجان الكوميديا عبدة وانا نضحك. بالنسبة للمجموعة بدأت سنة نقول لك سنة 2013، تكونت في المدينة القديمة. في الأول بالنسبة لنا حنايا كنا كنديرو غير كيف ما غنقول لك سطولة، هذوك السطولة ديال الصباغة كنا كنصبغوهم وكنصوبوهم وكنعزفوا بهم. بعض المرات جات واحد المرة اللي كان نقدر نقول لك تطورنا، درنا برامج كبار ديال 30 نترا، وكتا هما خرجنا منهم ايقاعات جميلة على سبيل المثال ايقاع السامبا، وكذلك ايقاع كودو، ايقاع المكانة، وايقاعات اخرى. من بعد حاولنا نزيدو نطوروا كتار ونخلو البرامل وغير نزيدو شي حاجه اخرى اللي هي الباتوغادا، وحاولنا نديرو ماتيريال اللي خفيف وحتى في الشوفه ديالو كيعطي واحد الجماليه زوينه. حاولنا نلعبو على واحد ستيل اللي كيلعبوه بزاف ديال الفروق، نقدر نقول لك في امريكا، وهذا ستيل باقي ما كاينش هنا في المغرب. حاليا دابا المجموعه ديال اول المجموعات اللي كاينين في المغرب كاملين ديال باتوغادا كيلعبوا غير على الباتوغادا وعلى لا دونس ديال الباتوغادا هيبوب. حنا بغينا ندخلوا شي حاجه جديده، والجروب كيتكون حوالي من 20 واحد ديال الاوريجينال. هذه دزافينو اوريجينال كتكون من 20 شاب. بالنسبه لدزافينو كيتس كاين 12 شاب. بالنسبه لدزافينو مينيم يلا وصلنا دابا لستات الاطفال، وان شاء الله حنا كنطمحوا من هنا لقدام بلا نديروا شي مؤسسه ماشي غير ديال البيركيسيون، ديال السيرك بصفه عامه. وحنا الهدف ديالنا في الجمعيه ديال دزافينو من هادشي كامل هو محاربه المخدرات اللي عندنا في الاهداف ديالنا. حنا كنجيبوا شباب اللي كيكونوا في حاله صعبه او وضعيه صعبه، وكندمجوهم معنا، وكنتمنوا يكونوا في حاله جيده وحاله جميله بزاف. ولهذا كنتمنى التوفيق للمجموعه، وشكرا لكم، وشكرا للمجموعه او لاذاعه اشواقع. ومن هذا المنبر كنحييكم بزاف، وشكرا على الاستضافه. شكرا.